النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. تأثرت المملكة اليوم بارتفاع على درجات الحرارة، ولكن بالرغم من ذلك ما زالت درجات الحرارة أقل بقليل مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام. يصادف يوم غد الاثنين أول أيام فصل الصيف من ناحية علم الأرصاد الجوية، ويعتبر دائما الأول من حزيران هو بداية فصل الصيف من ناحية علم الأرصاد. طبعا هذا التصنيف لا يعني بالضرورة انعكاسه على أرض الواقع، إنما هو من الناحية التاريخية يعتبر ذلك هو بداية فصل الصيف. 21 حزيران هو الانقلاب الصيفي من الناحية الفلكية، وهو مختلفين من حيث التعريف العلمي. في نهاية الأمر شهر حزيران هو بداية فصل الصيف في مناطقنا ومناطق بلاد الشام، ولكن هذا العام قد يكون متأخرا بعض الشيء بقليل ويبدأ مع الأسبوع الثاني من شهر حزيران. بالنسبة لخرائط الضغط الجوي تشير إلى أن هناك تقع تأثير امتداد لمنخفض البحر الأحمر من الناحية الشرقية للمملكة، وسط تواجد مرتفع جوي في الناحية الغربية للمملكة. هذا الأمر يعمل على حدوث ارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة لأنها لا ترقى إلى مستويات تتجاوز بها معدلاتها بشكل عام. إلا أن هناك منخفضا جويا خماسينيا متمركز إلى شمال الأراضي المصرية، يتوقع أن يتحرك باتجاه المملكة مع ساعات نهار يوم الثلاثاء واعتبارا من ساعات فجر يوم الاثنين، مسببا ارتفاعا لافتا على درجات الحرارة. وتسود المملكة يوم الثلاثاء أحوال جوية خماسينية ترتفع بها درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود المملكة أجواء حارة وجافة ومغبرة، وهي مغايرة لما كانت عليه خلال الأيام الماضية. بالنسبة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة عمان سنستعرضها بعد قليل، لكن بالنسبة لحركة الكتل الهوائية، إذا اليوم الأحد كما تلاحظون هذه الألوان الداكنة تنم على وجود كتلة هوائية حارة، إلا أنها يعني تتصارع مع كتلة هوائية باردة فوق المملكة، وبالتالي يبقى الطقس معتدل بشكل عام، ربيعي دافئ في أغلب مناطق المملكة بسبب وجود هذه الكتلة على حدود المملكة وتلك أخرى موجودة على الناحية الغربية للمملكة. غدا الثلاثاء كما تلاحظون بدء تحرك هواء ساخن قادم من الأراضي المصرية يقترب شيئا فشيئا، هو تابع لهذا المنخفض الجوي الخماسيني ويدخل إلى المملكة كما تلاحظون نهار يوم الثلاثاء، مسببا ذلك الارتفاع الكبير على درجات الحرارة والتي قد تتجاوز درجات الحرارة يوم الثلاثاء معدلاتها المعتادة. لكن كما تلاحظون وجود هواء بارد من جديد خلف المنخفض الخماسيني سيتحرك باتجاه المملكة يوم الأربعاء، مسببا عودة درجات الحرارة للانخفاض. ويمكن متابعة الأحوال الجوية متوقعة خلال هذا الأسبوع عبر النشرة الجوية الأسبوعية. أعود الآن إلى الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة هذه الليلة، يعني أدفأ بقليل الأجواء هذه الليلة وليس كما كانت عليه الليالي السابقة التي سادت بها أجواء كانت غاية في البرودة والغرابة لمثل هذا الوقت من العام. العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي أبدوا استغرابهم من مدى انخفاض درجات الحرارة في الأيام الأخيرة من شهر مايو وشهر خمسة، لكن هذه الليلة تكون درجة الحرارة صورة 14 درجة مئوية، أجواء صافية لكنها مائلة للبرودة حتى في ساعات الليل في أغلب ومختلف مناطق المملكة. غدا نهارا يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، طقس يكون ربيعي دافئ في أغلب مناطق المملكة، لكنه قد يميل الحرارقيا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء يتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الليلية، مما يجعل ليلة الاثنين على الثلاثاء أجواء بها دافئة ومعتدلة بعكس ما كانت عليه الليالي السابقة. نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى في الليلة التي تلي القادمة، ونبدأها من المناطق الشمالية. في إربد من 28 إلى 17، في جرش من 27 إلى 16، في عجلون من 26 إلى 16، وفي المفرق من 29 إلى 18 درجة مئوية. المناطق الوسطى في عمان من 27 إلى 19، كما تلاحظون 19 درجة مئوية الصغرى ليلة الاثنين على الثلاثاء، هذه الليلة 14 درجة مئوية، هناك فرق في درجات الحرارة الصغرى. في الصلد 28 إلى 20، في مأدبة من 28 إلى 18، 33 إلى 24 في البحر الميت، في الزرقاء من 29 إلى 18 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة تكون في الكرك 25 إلى 16، في الطفيلة من 25 إلى 19، في معان من 30 إلى 17، في الشراء من 25 إلى 18، في حين ترتفع في خليج العقبة إلى 34 درجة مئوية في ساعات النهار، وتهبط ليلا تقريبا إلى حدود 25 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة
في أرويش من 34 إلى 19، في الصفاوي من 34 إلى 18، وفي الأزرق من 34 إلى 19 درجة مئوية. هذه هي الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة خلال نهار يوم غد الاثنين. أما عن الأيام القادمة، إذا غدا الاثنين 27-19 ارتفاع ملموس درجات حرارة يوم الثلاثاء وسط أجواء مغبرة وخماسينية إجمالا، في ساعات النهار 33 15 درجة وفي ساعات الليل. كما تلاحظون هناك فروقات حرارية كبيرة خلال هذه الأيام. الأربعاء تعود درجة حرارة إلى 24 درجة مئوية في ساعات النهار و17 درجة مئوية في ساعات الليل، وتعود درجات حرارة من جديد دون المعدلات. إذا ما زال هناك تباين حراري، وهذه سمة فصل الربيع وليس فصل الصيف. ولكن يعتقد أن الأسبوع الثاني من شهر حزيران، أي الأسبوع القادم الذي لهذا الأسبوع، تستقر به درجات الحرارة على مستوياتها المعتادة. لا تنسوا متابعة نشرتنا الجوية الأسبوعية، متابعة بقية الأحوال الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.